مواجهة قريبة محتملة بين مجلس العموم والحكومة، ومرة أخرى البريكزيت هو عنوانها. رئيس الوزراء بوريس جونسون يريد من النواب أن يوافقوا على مشروع قانون السوق الداخلية، وهو مشروع يعطي صلاحية للحكومة لتغيير أو رفض بنود خاصة بحركة البضائع في إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المبرم مطلع العام الحالي. جونسون في معرض دفاعه عن القانون قال إن الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض حدود جمركية في البحر الإيرلندي، وهو ما قد يتسبب بفصل إيرلندا الشمالية عن باقي أجزاء المملكة المتحدة. الأوروبيون وخصوم جونسون في الداخل البريطاني اعتبروا خطوة الحكومة التفافا على الاتفاق. رئيسا وزراء بريطانيا السابقان توني بلير وجون ميجر من بين الداعين لرفض مشروع القانون في مجلس العموم، واصفين خطوة جونسون بالمخجلة وغير المسؤولة وبالخطيرة عند التطبيق. حزب العمال المعارض قال على لسان زعيمه كير ستارمر إن حزبه من الممكن أن يدعم مشروع القانون بشرط أن تتجاوب الحكومة مع مخاوف الأحزاب بشأن القانون. ويضيف ستارمر أن العمال سيدعم خطوة الحكومة فقط في حال ضمانها عدم خرق القانون الدولي والاستماع لمخاوف مقاطعات المملكة المتحدة. وتأتي خطوة الحكومة هذه قبل انقضاء المرحلة الانتقالية بنهاية ديسمبر المقبل، وكان من المفترض أن يتوصل الأوروبيون والبريطانيون لاتفاق تجاري طويل الأمد يسري بعد المرحلة الانتقالية، وهو ما لم يتحقق بعد.